اليوم تماريننا مخصصة للرياضيين المحترفين أو الأشخاص اللي بدهم يحترفوا الرياضة، وكمان هدول التمارين بيفيدوا الأشخاص بشكل عام. هي تمارين شوي قوية أدفانس، يعني شوي مستوى متقدم، فهدول التمارين رح نركز فيهم على اللاعبين والأشخاص اللي بيستعملوا فيها كتير إجرياً. حيكون في عنا شوية تمارين، أو رح أذكر شو هي الأشياء للجزء السفلي اللي هي بيركزوا فيها عليها اللاعبين تحسن الأداء، ولكن بالمجمل نحن بنركز كثير على تقوية عضلات الجزء السفلي. رح بلش من أول تمرين، ما رح نعمل تمارين إحمار، رح أدخل بالتمارين بشكل عام شو هي أكثر تمارين بنركز عليها. من أهم التمارين بيكون هو تمرين بسموه بلغاريان سبليت لانج أو سكوات. هذا التمرين مستوى متقدم أكيد، بده يكون بنحط رجلنا على شيء عالي، وهذا التمرين فينا نستهدف فيه عضلتين. يعني إذا بكون أنا قريبة وانزل بشكل مستقيم بكون عم بستهدف عضلة الفخذ الأمامي الجوات بهذا الشكل. إذا بدي استهدف فيه الأرداف لازم بعد شوي وميل شوي على الأمام بهذا الشكل، يكون ظهري مش مستقيم، رح يكون ظهري مستقيم ولكن مائل بشكل بهذا الشكل. طبعا هذا التمرين فينا نبلش فيه بالأحماء إنه نعمله بوزن الجسم، بعدين لازم ناخذ الاوزان حتى نطور الاداء والمستوى. راح اخذ بهذا الشكل الوزن، راح احاول اليوم استهدف عضلات الارداف والرجل الخلفيه. سو راح ميل شوي الى الامام بهذا الشكل، وراح اطلع راح انزل على مهل. ننتبه من دول هون على الكعب وركبي، كمان ما بتقطع اصابع الرجلين، راح نضل بهذا الشكل على ورا لفوق. منبلش ننزل على مهل، نثبت ومنعطيها فينا نقول دفعة بهذا الشكل لفوق، بسموها نفس قوة انفجارية، لأنه كتير محتاجين اللاعبين أنهم يحسنوا هذا الأداء. طبعا منغير رجل. هلأ هيدا التمرين إذا كنا عم نعمله ما كان عنا أوزان أو حابين أنه نزيد الشدة بدون أوزان، شو منقدر نعمل؟ فينا نعمله مثل البلايومتريكس، نحن بنسميها تمارين فيها قفز. سو فينا حط الدامبل واستخدم وزن جسمي، حيكون شوي صعب، اداؤه كثير بيتطلب مجهود. اللي راح يصير اني احط اجر فوق، اعمل تمرين، وبعدين بدي اضيف عليه قفز وانزل بهذا الشكل. هيك صعب التمرين، بس لازم اكون منتبهه اني ما وانزل على اصابع الرجل ويطلع كعب رجلي. هذا بالنسبه لاول تمرين. ثاني تمرين بنركز على الارداف عضلات الرجل الخلفيه، كثير بيستعملوها اللاعبين، لازم نقويها. واخترت هذا التمرين لانه بحسن لنا التوازن، واللي هو سنجل ليج ديد ليفت. نوقف بهذا الشكل. اهم شيء لما بدي اعمل تمرين رح مثلكم اياه بدون اوزان، ما لازم يلف الحوض على الخارج وانا عم بنزل، لان رح يكون معي الاوزان هون، رح بلش ميل بشكل مستقيم، ما بدي يفتح الحوض، بدي اخلي الحوض على النص مربع فينا نقول سكوير وانزل. سو فينا ناخذ وزن واحد وزنين مش مشكله، على مهل بنعمل سنجل ليج ديد ليفت ببطء، مدد الجسم وبطلع بمسك فوق على مهل. كثير هيدا التمرين مش بس بحسن الاداء القوي، كمان التوازن، وكثير على فكره بيشتغل على عضلات حزام البطن الداخلي الكور، اللي هي من احد اهم التمارين او احد اهم العضلات اللي بتساعدنا على التوازن والاداء بكل التمارين، اللي هي عضلات حزام البطن الداخلي. بنبدل، عم حاول ورجيكم على الجهتين كرمال تشوفوا قد ايه الدمبل لازم يكون قريب على الرجل بطوي الركبه والثاني ممددها، وهيدا التمرين كثير بقوي اربطه الركبه كمان. هذا بالنسبه لتمارين الجزء السفلي. رح كفي مع الجزء السفلي، رح اخذ فيني اخذ دمبل واحد او اثنين دمبل، بس انا رح استعمل هون دمبل واحد واللي هو تمرين ستيب اب، رح احطه على الكتف وثبت رجل فوق. كمان هيدا التمرين فيه كتير بيستهدف الأرداف، ففيني ميل شوي للأمام، حط وزني على الرجل اللي فوق، راح أطلع وانزل بشكل بطيء فوق
وحانزل على مهل بشكل بطيء. في استخدم الاوزان اذا بدي اعمله بطريقه البلايومتريك او زيد شدته، بحط الوزن واستخدم وزن الجسم بهذا الشكل، بنزل وبنزل، نط وارجع بنزل. كمان اكيد بنعمل الرجلتين، هدول تمارين كثير اساسيه ومهمه انه نركز عليها. هلا اللاعبين كثير بيستخدموا هيدي العضله اللي هي عضلات الكاربز او الكاحل، فهيدي العضله كثير مهمه قوية. رح اعطيكم شويه تمارين فينا نعملها. اول تمرين في هدي، امسك كرسي او اي شيء واخذ وضعيه السكوات بهذا الشكل، واطلع على الاصابع وارجع انزل على الاصابع. هذا تمرين كثير قوي وكثير بقوي هيدي العضله والاربطه والكاحل. كمان في ضيف اوزان، بعدين فيني احط وزن على ركبي اسهل بطريقه اسهل. في بلش في اني احط وزن واقعد على الطرف وبلش اطلع على الاصابع بهذا الشكل لفوق بشد وبرجع بنزل. كل ما تقلنا الوزن كل ما قوينا هدول العضلات. كمان فينا نعمله انه احنا واقفين، اني اخذ 2 دامبل على فوق وانزل على فوق. كثير مهم على فكره نشتغل على هيدي العضله، خاصه العضلات تحت لانه بتحمل كل الوزن والسرعات وتغيير الاتجاه والمسار. سو كمان تمارين الجزء العلوي، يعني تمرين العقلي او البول ابس من اهم التمارين لعضلات الظهر. التمرين الاساسي للاكتاف فينا نشتغل شولدر بريس، ظهر جالس وارفع لفوق. كمان لازم نقوي عضلات الجزء العلوي مع السفلي. هلا بدي بس انزل اعطيكم كمان تمرين للرجل الخلفيه، رح احط اجري. هي كمان هيدا التمرين كثير بيشتغلوه فيه للرياضيين. بنام على الارض، برفع الحوض، رح اسحب شد وارجع مد، اسحب شد وارجع مد. هيدا التمرين كثير مهم لنقوي عضلات الرجل الخلفيه لانه كمان كثير بنستعملها. واخر تمرين للجزء العلوي، وهيدا التمرين كمان بيحسن لنا التوازن، اللي هو تمرين بوش اب مع بسميه سوبرمان. سو انا بنزل بوش اب بعدين بدي اطلع هدي فوق، ايد عكس رجل. هيدا التمرين كل الجسم بيشتغل فيه، خاصة التوازن، الكور، قوة الجزء السفلي والجسم بشكل عام.